بسم الله الرحمن الرحيم. المشكل ديالي هو انا دخلت البلد ديال الدوره وقع لي مشكل مع واحد من الاعضاء نتاع البلديه، ضربني بالسكله في وسط الناس، وانا مستهدفش المرض ديالي باش ندير له يعني شي حاجه. انا مشيت للسلطات والسيرتيفيكا في يدي وغادي نطلع دابا نكمل معاهم نكتب الواجب ديالي. كنطالب غير بالحق ديالي، يعني واش من مشكل هو جا يضربني صافي، واش من مشكل عنده معايا، واش من هدف عنده معايا يضربني صافي، هادشي ما باغي يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. انا شاهد هذا العضو هذا اللي ضرب هذا الدري هذا، بغينا نعرفوا الهدف من هذا العضو هذا، انا سبب ضربه وشكرا.